إلى بيت للكل، ضيفتنا الصوت المصري المميز مروى ناجي. أهلا بك يا مروى. أهلا بحضرتك. إيه العظمة دي كلها؟ الله يخليك. إيه الجمال ده؟ أول مرة جراش؟ أول مرة جرش. كيف شعور؟ ليش بسألك كيف شعورك؟ لأنه جرش هذا قبلة لكل نجوم الوطن العربي. دي حقيقة. فالمشاركة الأولى إيش؟ كيف شعورك؟ كيف حاسي؟ شو بتوعد الجمهور؟ كلها أحاسيس داخلة في بعض. خليني أقول لك إن بالنسبة لي كمروة من أول ما بدأت كان جرش حلم من الأحلام، إنك تكون واقف على خشبة مسرح جرش. شرف لأي فنان عربي إن يقف على مسرح بقيمة وقامة المسرح ومهرجان جرش. فيمكن قبل كده كان في كلام بس مواعيد ما كانتش بتظبط، انما زي ما بيقولوا كل تاخيره وفيها خيره، فيها خيره. والحمد لله وسعيده وبتشرف. يمكن كل التاخير ده عشان اكون موجوده لاول مره في ان تكون مصر هي ضيفه الشرف الموجوده في مهرجان جرش لاول مره. حلو. فانا سعيده بالمشاركه ومتحمسه وقلقانه وفي نفس الوقت مرتاحه، يعني هي كلها احاسيس متلخبطه في بعض. عزيز. طيب. بس تفاعل الجمهور جرش شافكي عظيم. طبعا. مروه ما شاء الله صوت. انا عايزه اقول لك حاجه يا خالد، لاني عرفت من مروه من وقت لما كانت بتعمل البروفات وبعد ما خلصت الحفله ان هي دي مش اول مره في الاردن، يعني هي عملت مهرجانات كتير في الاردن. طبعا اكيد. بس انا هنا عايزه اسالها اولا، خلينا اقول لكل مشاهدينا انه ما شاء الله احنا في جرش فالاصوات اللي ورانا دي لان احنا كله اصوات غنائيه. عايزه اسالك يا مروه، لانه الساحه الان المنافسه فيها كبيره جدا، يعني اصوات كتير بتغني مش بس بالعالم العربي، حتى في مصر يعني منافسه شديده، فازاي بتقدري تلاقي لنفسك طريق وسط الزحمه دي؟ بصي شفتي سؤال صعب على فكره، مش سهل، بس خليني اقول لك انا اخده لاين وبادئه فيه من زمان وما غيرتهوش، يمكن بس بطور فيه كل شوية، وبطور فيه على قد شكلي وعلى قد قيمي وأخلاقي وعيلتي والمزيكا اللي بحبها والناس اللي بتحب تسمعني، عايزاهم يبقوا معايا في الرحلة. طبعا. مش عايزة حد يزعل، يعني ممكن في ناس مصريين مثلا ما يعرفوش ايه مهرجان جرش، فوانا جاية المهرجان وبحط البوست بيحسبوني بقى رايحه مهرجان موضه ولا مهرجان تكريم، بدا يقول لي لا انت ما تروحيش الحاجات دي، فبيغيروا عليكي. ففهمتهم المهرجان ايه وقيمته ايه وحجمه ايه. فانا مروه هي اللي بدات من الاول شغاله بنفس الفتره بتاعتي، مش اخدها بقت احتراف، بس بروح موهبه وبروح الفتره بتاعت حب للموسيقى لحد دلوقتي. اللي زاد عليها ان الاول كنت بغني اغاني تراثيه، انما دلوقتي بدا يبقى ليكي اغانيكي، بدا يبقى ليا فيديو كليبس بتاعتي. طبعا. حتى برضو شافكي معايا في الرحله من اولها. ايوه. فالكليبات الاول لما بتبقى انت بتندك لنفسك في الاول الانتاج متواضع. شافكي رفيق الدرب، احنا قاعدين قبل التصوير اكتشفنا الكواليس. مش بس الكواليس، قالت انا رفيق الدرب، احنا نتحدث يمكن اللي يعرف يتابع مروه ناجي تصور بان هو ذا فويس، قالت لا الرحله ابتدت من قبل ذا فويس بسنوات. دي حقيقه، دي حقيقه. فيعني حتى عايزه اقول لك في انتاج الاغاني بتاعتي ابتديت بكاميرا عاديه ولبس متواضع، ما كل مره اتطور اكتر لحد ما المستوى بيتحسن واحده واحده. فده اخذ مني فتره، الخطوات بطيئه بس ثابته، ويعني ربنا يقدرني واكون دايما عند حسن ظن الناس والناس اللي بتحبني.